لما ابتدينا نفكر هنعمل ايه في ديزاين ويك، عمرو عز كان طالع بفكره ان هو عايز يعمل حي ديفاز في كايرو ديزاين ويك، حاجه ليها علاقه بالاصول بتاعتنا، الحضارات بتاعتنا، بتاع الثقافات بتاعتنا. قررنا نعمل مع ديفاز او تحت الامبريلا بتاع ديفاز البقاله. It's a project بيجمع designers and brands very famous and well known in the MENA region. نعمل اللي بنعمله في أرضي نوعا ما مع ديفاز. And the idea was to reflect on time. النهارده في الايفنت ده انا عاجبني ازاي عايشنا الطاقه اللي هي اوريدي موجوده في البيت. لنا تاريخ في الصناعات ولنا تاريخ في الحرف وفعلا لنا اصول في المجال ده، حبينا ان احنا نبين السجاد اللي مصر بتنتجه والكحال بينتجه من زمان. السنتر ده بيعبر عن الوحدانيه، فلما الواحد بيخش جوه السنتر بتاع الاشكال الهندسيه ديت بيحس جزء من هو جزء من الباترنز اللي هي تكرارها بيودي الى اللانهايه، وده الكونسبت الفلسفي اصلا وراء الموتيفات الهندسيه البسيطه. I was invited as a visual artist to create a very special artwork على البانر او السينج بره، فكان الانسبريشن شويه it has to stay true to the original concept of Hayy Divas celebrating our culture and our heritage, the Egyptian culture and heritage. والايفنت النهارده ده مدينا الفرصه دي، يعني ان احنا كل واحد فينا يقدر يعكس شغله بطريقه محسوسه ومسموعه وتشوفها، تقدر يعني تتعامل شويه مع الحاجه. The Cult Shop, أصلاً the concept of it is a supermarket. So we sort of changed a little bit of the aesthetic to make it suitable أكتر للحي. تلت ساعة نص ساعة دي اللي هي الفصلة من الحياة العادية. ففي تنفس، في يوغا. It's a moment, it's a quiet garden, hopefully that invites people to reflect and to find a little bit of peace in this mad world we live in.